تعرف نفسك؟ مهندس احمد عبد الله، مدير تنفيذ مشروع منطقه البحيرات خاصه بسموحه. كلمنا عن المشروع هنا. والله المشروع هنا عباره عن منطقه استثماريه شامله 3 بحيرات صناعيه، البحيره الشرقيه والبحيره الوسطى والبحيره الغربيه، خاصه بمنطقه سموحه. المشروع هنا عباره عن مشروع استثماري باقامه قاعات حفلات ومحلات وقاعات كافيتريات هنا بجوار بحيره خاصه بالمنطقه الصناعيه اللي موجوده في منطقه سموحه. زي ما حضرتك شايفه بنود العمل تدريجي زي ما احنا ماشيين كده. احنا متواجدين هنا من في اقل من شهر، حضرتك شايفه المشروع اتطور ازاي، وان شاء الله يعني بندفع بحيث ان احنا نسلم في المرحله الزمنيه الموعود بيها ان شاء الله. يا باشمهندس مهندس احمد سعيد، مدير قسم المساحه في الاستثمارات خاصه بمشاريع الفلاح وتحويل محور المحطه. حضرتك كلمني عن دورك في المشروع. حضرتك احنا هنا المشروع عباره عن 3 بحيرات، تمام؟ 3 بحيرات دولت هيبقى من ضمن مشروع تطوير محور المحموديه. محور المحموديه طبعا زي ما حضرتك عارفه هيبقى يعتبر شريان ثالث في اسكندريه بجانب محور البحر وطريق الحريه. مشروع من المشاريع المهمه جدا لعشرة الازمه المحوريه في اسكندريه، تمام؟ زائد فرص العمل اللي هتوفر من ورا المشروع. والبحيرات هنا حضرتك هيبقى في متواجد محلات كتيره على تفاصيل بتوع البحيره. دي اول بحيره معانا، في بحيره ثانيه وراها برضه، بحيره الشرقيه، تمام؟